السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. ياكم اخوكم عبد الله سعود الشمري. بهذا الفيديو راح نتكلم على الحل النهائي لمشكله اليوتيوب اللي تواجه العالم باغلب الشاشات الجنرال او اغلب الشاشات التجاريه اللي تكون مواصفاتها قليله. اليوم مثل ما تلاحظون عندنا شاشه الجنرال، راح نشرح عنها طريقه تشغيل اليوتيوب. قبل ان نبدا الفيديو اتمنى منكم تسوون لايك واشتراك بالقناه. يا الله، السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. بهذا الفيديو جبنا لكم الحل النهائي طريقه تشغيل اليوتيوب او حل مشكله تشغيل اليوتيوب على اجهزه الجنرال واجهزه الاو ال جي والدينجا والميديا والحافظ، يعني الاجهزه التجاريه اللي تشتغل باندرويد مفتوح المصدر. هذه دائما يكون بها الاندرويد ما مدعوم من شركه جوجل، فتصير بمشاكل باليوتيوب. مثل ما تلاحظون عندنا حاليا تقريبا هذا اليوتيوب ما راح يشتغل عندنا، او عندنا اليوتيوب الاصلي مال الجهاز ايضا ما راح يشتغل عندنا. طريقة حل هذه المشكلة طريقة جدا سهلة وما يحتاج لها لا نقل من التليفون ولا من الحاسبة. اول شيء تسوي طبعا تفتح المتصفح، طبعا كل شاشة راح تلقى بيها متصفح موجود اسمه براوزر، او تلقى عليه علامة جوجل، او تلقى عليه علامة الكرة الارضية. بعد ما فتحنا المتصفح نجي نكتب هنا اسم البرنامج، تكتبون بالسيرش او فوق اسم البرنامج سمارت يوتيوب تي في. طبعا بعد ما كتبتوا اسم البرنامج تسوون سيرش بحث اعزائي، تنتظرون يفتح عندكم البرنامج او يفتح عندكم المتصفح. مثل ما تلاحظون طلع عندنا هواي خيارات اعزائي، راح اقرب لكم الكاميرا حتى تشوفون اكثر. ندخل احنا نعوف اخر خيارات. طبعا هذا الخطوه لا تحتاج ابتويد ولا تحتاج حاسبه ولا تحتاج تليفون حتى تشغله. بحثنا راح تطلع لنا عده، يعني بالقائمه الرئيسيه عده مواقع، فندخل على اول موقع اللي هو سمارت يوتيوب تي في. طبعا هذا الموقع الرسمي للبرنامج اللي راح نشتغل عليه. مثل ما تلاحظون طلع هذا الموقع مال البرنامج. الخطوه الثانيه اللي نسويها راح ننزل جوه. طبعا اللي يستخدمون الريموت، هذا الريموت ويحولونه ماوس، مرات تشكل عندهم ما راح يقدر ينزل للقائمه الرئيسيه. فانت شو تسوي بهاي الخطوه؟ مجرد ما تطفي الماوس اعزائي وترجع تشغله، مثل ما تلاحظون قام ينزل لي جوا. يعني اذا ما قدرتوا تنزلون تطفون الماوس ترجعون تشتغلوا، علامه الماوس الموجوده بهذا الريموت مثل ما ملاحظين اعزائي، هاي علامه الماوس، تقدرون تطفوها وشغلها حتى ينزل عندكم. تتركون كل شيء وتنزلون وين؟ على كلمه داونلود. هذه كلمه داونلود بها خيارين، الخيار الاول والخيار الثاني. انتم تدخلون على الخيار الاول يكون حجمه قليل او حتى تثبتون او تحملون البرنامج. مثل ما طلع عندكم ار يو سيريو تو يو داونلود ذس فايل، هل تريد تحميل هذا الملف؟ انت ايش تسوي؟ تعطي داونلود على كلمه داونلود حتى يثبت لك او يحمل لك الملف. طبعا بعد ما دسنا تحميل الملف مثل ما تلاحظون طلع عندنا جوا جار التحميل. بعد هذه الخطوه مثل ما تلاحظون قاعد يحمل. بعد هذه الخطوه نضغط علامه الهوم او البيت او الرجوع للقائمه الرئيسيه، مثل ما تلاحظون القائمه الرئيسيه اللي يفتح بها التلفزيون. مثل ما تلاحظون فتح حاليا عندنا التلفزيون. بعد ما فتح عندنا التلفزيون نضغط على التنزيلات. طبعا هو عالم اكو شاشاتها يجوز تختلف بالثيم او يجوز تختلف بالشكل، بس هذه العمليه تشتغل على كل التلفزيونات، او ايضا تحل لك مشكله تسجيل الدخول باليوتيوب. يعني تقدر تستغني عن اليوتيوب القديم او تفتح او تنزل هذا الاصدار من اليوتيوب، هذا الاصدار معدل. طبعا بعد ما رجعنا القائمه الرئيسيه نضغط على التنزيلات. طبعا اكو تلفزيونات ما راح تلقون مكتوب بها التنزيلات، راح تلقون بها بس مدير الملفات. راح اوضح لكم الخطوه شلون. او اللي عندهم ايقونه التنزيلات موجوده تضغطون عليها. بعد ما ضغطوا طلع عندكم اول برنامج اسمه سمارت يوتيوب تي في، تضغطون عليه راح يطلع لك هل تريد تثبيت هذا البرنامج. احنا شو نقول؟ ننطيه تثبيت حتى يتثبت عندنا بدون اي مشاكل. بعد ما نعطي تثبيت راح يتثبت او يطلع جاري تثبيت البرنامج. ننتظر الشغله ما تطول اكثر من دقيقه حتى يشتغل عندنا البرنامج. بعد ما يشتغل راح اشوفكم البرنامج واشوفكم تشغيله. طبعا هذه الخطوه ناجحه بنسبه 100% وخطوه كلش سهله وما يحتاج تعب ولا حاسبه. ننتظر لين ما يثبت.
طبعا سرعة التثبيت تعتمد على التلفزيون، كل ما كانت الرام مالت او المعالج مالتك قوي او شوية اقوى راح يسرع عندك بالتثبيت. بعد ما ثبتنا انطيتم حتى اشوفكم الخطوة الثانية. طبعا ثبتنا البرنامج حاليا، اما الاشخاص اللي ما تطلع عندهم ايقونة التنزيلات هذه، اكو عالم بتلفزيوناتهم ما راح يلاقون هذه الايقونة. فالخطوة اللي تسووها انتو شنو تسووها، تدخلون على مدير الملفات، راح بكل تلفزيون مهما كان نوعه شنو راح تلقون ايقونة مدير الملفات. بعد ما ضغطنا على مدير الملفات نضغط على المتجر المحلي، نضغط على الداونلود، راح تطلع لنا البرامج اللي مثبتيها، وراح تلقون البرامج اللي حملناه هنا اللي هو هذا سمارت يوتيوب. واذا اردتوا تثبتوا فقط تضغطون على اوكي راح يعطيكم تثبيت وتثبتون البرنامج بصورة طبيعية. طبعا بعد ما كملنا ونصبنا البرنامج اللي هو سمارت يوتيوب تي في، طبعا انا عندي حاليا برنامجين اللي هو هذا وهذا وكفن، فقط هالبرنامج هذا مشتغل، هالبرنامج اللي حملناه. نفتح البرنامج، طبعا اول فتحة له شوية يتأخر يجيب معلومات او يجيب تحديثات البرنامج، فانت خلي خلقك طويل حتى يشتغل عندك، يعني تاخر مده دقيقه او دقيقتين يلا يشتغل. ننتظر ليه ما يشتغل. طبعا هذه الحل او هذا الحل حل كلش سهل واسهل حل حاليا وما بي اي مشاكل، وتقريبا يشتغل على اغلب التلفزيونات، يعني مهما كان النوع ومهما كان نظام الاندرويد، كان قديم او جديد راح يشتغل عليه هالبرنامج هذا بدون اي مشاكل. ننتظره شويه لين ما يفتح اعزائي. مثل ما تلاحظون حاليا فتح عندنا البرنامج. طبعا البرنامج شويه 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 ثقيل، مو هواي، بس برنامج كلش حلو ويغنيك عن التسجيل الدخول ويغنيك على هواي شغلات كنت تشوفها باليوتيوب الاصلي او اليوتيوب مال المتصفح. فاذا اردت تشغلون اي فيديو مجرد ما تضغط عليه راح يحولك على الفيديو ويشغل لك اياه. هذا كان حل سريع وبسيط او حل نهائي لمشكلة اليوتيوب بكل اجهزة التلفاز الجنرال او الدنجة او الحافظ او الميديا. طبعا بنهاية الفيديو لا تبخلون علينا، مثل ما تلاحظون اشتغل الفيديو او اشتغل يوتيوب. طبعا بنهاية الفيديو لا تنسون او لا تبخلون علينا بلايك واشتراك بالقناة وتشجعونا حتى نقدم لكم المزيد من الفيديوهات. حياكم الله وألف هلا بكم. Remember not to get too close to start.